ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. سجل مساء يوم الجمعة 14 دجنبير الجاري مقتل ثاني شخص بعد صدمه من قبل القطار الفائق السرعة البراق بين سيدي اليماني وأقواس بريش قرب مدينة أصيلة. وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد اضطر القطار الفائق السرعة TGV إلى التوقف بالمنطقة المذكورة بعدما صدم أحد الأشخاص على الساعة 6:55 خلال رحلتها المتوجهة نحو مدينة طنجة. ونسبة لهذا المصدر، فقد رمى أحد الأشخاص بنفسه في الاتجاه القطار ما اضطره للتوقف، الشيء الذي خلق ارتباكا في الخط السككي للقطار الفائق السرعة قبل أن تعود حركة السير إلى طبيعتها في تمام الساعة 9:15. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.